أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذه الحلقة التي أقدم لكم فيها حصيلتي من القراءة لصيف 2018. الغرض من هذا الفيديو هو تحفيز الشباب والتلاميذ على الخصوص على القراءة. الكثير منهم يجدون لأنفسهم مبررات بكونهم لا يجدون الوقت للقراءة أو أنهم لا يجدون الكتب. أغلب هذه الكتب التي سأقدمها التي قرأتها في صيف 2018 هي عبارة عن كتب إلكترونية قرأتها على حاسوبي. فعلا لم أجد لك الفرصة لشراء هذه الكتب على اعتبار أن أغلبها غير متاح في المكتبات المحلية. كما قلنا، الصيف هو وقت للراحة، ولكن هو كذلك وقت لممارسة بعض الأنشطة التي حرمنا منها طيلة السنة الدراسية، وكان الأمر كذلك بالنسبة لي، إذ أن السنة الدراسية الماضية كانت حافلة بالالتزامات والحضور لدروس الماستر، إذ أنني زاوجت بين نشاطي في التعليم العمومي كأستاذ ومدرس لمادة الفلسفة بالثانوي، وكذلك كوني طالبا بالماستر في تخصص علم الاجتماع أو السوسيولوجيا، وبالتالي كوني انخرطت في هذا العمل الممتع جدا كان لابد لي من عدة التزامات، من قراءات لها علاقة بالتخصص. كذلك في وقت الصيف كذلك جانب مهم من وقتي أمضيته في قراءة بعض الكتب التي لها علاقة بالتخصص من أجل اختيار بحث للتخرج، على اعتبار أن السنة الثانية نختار فيها موضوع للبحث، واختيار موضوع للبحث لبحث التخرج سواء في شهادة الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه يحتاج منا أن نقرأ وأن نطالع مقالات وبحوث وغير ذلك. وبالتالي هذه القراءات حقيقة أعتقد بأنها تنخرط ضمن الالتزامات وليست قراءات حرة، ولكن ما إن أتيحت لي الفرصة أثناء الصيف الذي بدأ عندي متأخرا في شهر يوليوز، في أواخر شهر يوليوز، يعني في العشرة أيام الأخيرة من شهر يوليوز، على اعتبار أنه في شهر يوليوز أو في أواخر شهر يوليوز كانت لدينا مجموعة من المهام، منها امتحانات في مصر وحراسة امتحان البكالوريا الاستدراكي وتصحيح وغير ذلك من المهام. إلى جانب قراءتي للكتب في هذا الصيف، استمتعت بأنشطة أخرى من بينها الرياضة ومشاهدة الأفلام. استمتعت خصوصا بمشاهدة سلسلة تلفزيونية أمريكية The 100 أو 100، تحكي عن مجموعة من الفتيان أو الشباب الذين هبطوا من محطة فضائية بعد أن مكثوا فيها أباؤهم لأزيد من 100 سنة، وولدوا في تلك المحطة لأن الأرض قد أصابتها كارثة نووية. طبعا فيلم مغامرات يستحق المشاهدة، استمتعنا به كثيرا. أول كتاب قرأته في صيف 2018 هو كتاب هاروكي موراكامي اتش كيو هاتشيو أو 1Q84. قمت بمراجعة لهذا الكتاب على قناتي، وهو كتاب جميل مشوق، يحكي عن علاقة بين تينغو وأمامي، فيه عالم فريد جدا. طبعا هاروكي موراكامي روائي متميز وعالمي ومثقف ذو نظرة ثاقبة وعميقة إلى الواقع الإنساني، إلى الواقع الاقتصادي والسياسي المعاصر. حينما نقرأ هاروكي موراكامي نحن نستفيد كثير، نظرتنا إلى العالم تتغير وكذلك إلى الطبيعة الإنسانية. وبالتالي كان هذا كتاب افتتحت به قراءاتي لصيف 2018. طبعا قراءة الرواية لا تحتاج منا الكثير، يكفي أن تفتح الرواية وأن تستلقي في أي مكان في أي وضعية في أي وقت في بضعة أيام تنهي. الكتاب التالي الذي قرأته هذا الصيف هو كتاب لويس أرنو زمن المحلات السلطانية، كتاب حول تاريخ المغرب في المنتصف الثاني من القرن 19. كتاب مهم جدا للمغاربة، لمن يريد أن يعرف واقع المغرب ولمن يريد أن يعرف جزءا مهما من تاريخه، اللحظات التي سبقت دخول الاستعمار، الأوضاع السياسية الثقافية الاقتصادية. وأنا قمت بمراجعة يمكنكم أن تعودوا إليها على قناتي لهذا الكتاب المهم جدا الذي يحكي لنا عن فترة 3 سلاطين أو 4 سلاطين من تاريخ المغرب في أواخر القرن 19، الفوضى التي كان يعيش عليها المغرب
وهي هذه المرحلة فعلا ستجعلنا نفهم واقع اليوم بطريقة أفضل إذا قرأنا هذه المرحلة وتمعنا فيها. الكتاب الثالث هو كتاب تاريخ الفلسفة في القرن العشرين من تأليف كريستيان دولا كومباني وترجمة الدكتور حسن أحجيج. كتاب ممتع وعميق، يحكي لنا عن المذاهب الفلسفية في القرن العشرين، عن التيارات الفكرية الكبرى، عن التحولات التي تمت، وعن العلاقات فيما بينها. هو كتاب يحتاج منا الجلوس إلى الطاولة وأخذ قلم وتسجيل كثير من الوقائع، وكتاب غني جدا. الكتاب الرابع كتاب كارل ياسبيرز، مدخل إلى الفلسفة. فيه نتعرف على وجهة نظر الفلسفة الوجودية المؤمنة، على اعتبار أن كارل ياسبيرز يمثل التيار المؤمن في الوجودية، خلافا لهيدغر وسارتر وغيرهم. يدافع كارل ياسبيرز في هذا الكتاب عن وجهة نظره التي يعبر من خلالها، من خلال مجموعة من الحجج، من خلال مجموعة من الوقائع الميتافيزيقية عن وجود الذات الإلهي. الكتاب الخامس هي نشتري شاعرا للكاتب البرتغالي أفونسو كروس. في هذا الكتاب قمت له بمراجعة على قناتي، يحكي عن واقع الثقافة في عالمنا اليوم، وكيف أن عائلة الميسورة يطبع واقعها ما هو كمي وما هو مادي واقتصادي. اقترحت ابنتها أن يشتروا لها شاعرا، إذ أنه في هذا الزمن يباع الشعراء كغيرهم من الفنانين والنحاتين والرسامين باعتبارهم سلعة يمكن للميسورين أن يشتروها، مثلما يشتروا القطط والكلاب والسلحفات وغيرها من الحيوانات من أجل الترفيه. هذا الكتاب مهم جدا، يمكنكم أن تعودوا إليه. والمثير هو أنه كتاب صغير يمكنكم أن تقرأوه في وقت قياسي. أنا حقيقة قرأته ذات أمسية، يعني لم يتجاوز مني وقت قراءته 3 ساعات على ما أظن، ولكن استفدت منه كثيرا واستمتعت به. الكتاب السادس في مديح الحماقة للمفكر والمصلح الديني الأوروبي إيراسموس، الذي ألفه في طريقه إلى بيت صديقه الإنجليزي توماس مور. يحكي هذا الكتاب عن الحماقة الإنسانية وعن الطبيعة البشرية وعن الكيفية التي يمكننا بها أن نتجاوز الأوهام التي تلف واقعنا، خصوصا الأوهام التي وجدت المسيحية نفسها أمامها. هذه طريقة إيراسموس في رسم نظرته إلى واقع أوروبا أثناء الزمن الإصلاح الديني. طبعا يعد إيراسموس من بين الشخصيات التي ساهمت في تغيير الفكر الأوروبي الديني، كما أنه مرب له مؤلفات ونظرة حول التربية، ويعد من بين المساهمين الأساسيين في إحداث تغيير جذري في مفاهيم التربية أثناء زمن الإصلاح الديني. الكتاب السادس سيكولوجية الجماهير لغوستاف لوبون. هذا الكتاب حول علم النفس الاجتماعي، عن كيف التي تتأثر بها الجماهير فيما بينها، أو يقع التفاعل أثناء حدث معين أو ثورة أو مظاهرة إلى غير ذلك، عن طريق مجموعة من الأحداث التي حصلت في القرن 19. يضعنا هذا المفكر أمام التأثيرات أو التفاعلات التي تقع بين الجماهير، وكيف يمكن للزعماء السياسيين أن يتحكموا في هذه التأثيرات الحاصلة بين الجماهير أثناء الثورات. هو كتاب يعد من بين المؤلفات المهمة في ميدان العلوم الاجتماعية. كتاب الثامن كتاب إدغار موران، إلى أين يسير العالم؟ وكغيره من الكتب الفلسفية يحتاج منا إلى جلسة ذات طقوس، وإلى فنجان قهوة، وإلى قلم وورقة، فيه الكثير من الأفكار، فيه عمق، إذ أن الفيلسوف حقيقة يطرح لنا في هذا الكتاب نظرته إلى التحولات الحاصلة في زمننا اليوم، الثقافية والاقتصادية والفكرية والحياتية والوجودية، ويطرح مجموعة من الأسئلة حول المستقبل. إلى أين يسير العالم هو كتاب عميق جدا لرجل موسوعي، يستطيع بفضل ثقافته الواسعة أن يستجمع ويدمج مجموعة من الميادين للإجابة على الأسئلة الإشكالية في زمننا
المعاصر. الكتاب التاسع أجمل قصة في تاريخ الفلسفة للفيلسوف الفرنسي لوك فيري، يحاول من خلال هذا الكتاب أن يجمع لنا بطريقة مختصرة وجامعة تاريخ الفلسفة منذ بدايته إلى اليوم من خلال لحظات فلسفية خمسة تحاول أن تجيب على سؤال واحد أساسي يعتبره الفيلسوف لوك فيري أساسي، وهو ما الحياة الطيبة أو ما هي السبل التي يمكن للإنسان أن يبلغ بها الحياة الطيبة. في اعتقاده كانت هنالك لحظات أو باراديغمات أو نماذج للإجابة عن هذا السؤال اختلفت فيما بينها، ولكنها تطورت عبر التاريخ إلى أن يصل إلى فلسفته هو، وهو كتاب في الحقيقة طموح، إذ أن هذا الفيلسوف يعرض لنا فلسفته الخاصة كفلسفة معاصرة تحاول بطريقة معينة أن تجيب على هذا السؤال الذي ظل معلقا وحاولت كل الفلسفات أن تجيب عنه. هو كتاب ممتع بلغة جميلة يحاول من خلاله لوك فيري أن يضعنا أمام الفكر الفلسفي عبر تاريخه. الكتاب العاشر هو كتاب مملكة الكراهية للباحث دور جولد. كان من بين الكتب التي كنت أود دوما أن أقرأها ولم تتح لي الفرصة، قمت بتحميله مؤخرا وقرأته وقمت بمراجعة له على قناتي. كانت هناك بعض ردود الأفعال التي ترى بأن كاتب هذا البحث أو هذا الكتاب حول السعودية هو صهيوني وأمريكي، وبالتالي فهو عدو. أريد أن أوضح مسألة، أنا أعتقد بأنه رغم أنه عدو وصهيوني وكانت له مبرراته لتأليف كتاب ضد السعودية، كانت هناك مبررات سياسية، كانت هنالك ظروف وملابسات، ولكن ما يهمنا وما يجب أن لا ننساه هو أنه رغم أنه عدو هو مرآة للسعودية. يجب أن ترى وأن تحاول أن تمارس نوعا من النقد الذاتي من خلال ما يكتبه الأعداء. لماذا؟ لأنه فعلا على مستوى الوقائع التي يحكيها الكتاب هي وقائع صحيحة وموثقة تاريخيا من طرف سواء المستشرقين أو المؤرخين المحليين أو الكتابات، كلها أجمعت على أن هذه الوقائع وقائع صحيحة. لدينا الوهابية من جهة والسعودية من جهة، هذين العنصرين، التيار الفكري الوهابي التكفيري المنغلق والسعودية باعتبارها دولة استبدادية، انسجما في مرحلة تاريخية منذ تأسيسهما وتفاعل مع بعضهما، ولا يزال هذا التأثير ساري في المجتمع السعودي، وبالتالي بالوثائق بالوقائع. طبعا تأويل هذه الوقائع قد يختلف، لأن السعودية تؤول هذه الوقائع باعتبارها نضالا وباعتبارها دعوة وباعتبارها دينا حنيفا وتسامحا إلى غير ذلك، ولكن إذا نظرنا إليها بموضوعية سنجد بأنه وراء هذه الأفكار أو هذه الإيديولوجيا نوع من الاستهتار بدماء الآخرين وبأعراضهم وبحقهم في الحياة، لأن هذه الإيديولوجيا هي التي صنعت داعش، هي التي صنعت تنظيم القاعدة، وهي التي صنعت التطرف في جميع الدول الإسلامية بما فيها المغرب. لا ننسى بأن السعودية مولت عبر عشرات السنين. الكتاب الحادي عشر كتاب أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية بالمغرب، قمت بمراجعة له على قناتي. هذا الكتاب حول العلوم السياسية يضعنا أمام تاريخ المغرب في السنوات التي تلت استقلال المغرب في الستينيات على الخصوص. جون والتر بوري الذي ألف هذا الكتاب وقف في المغرب على حيثيات وظروف ومزاج السياسة بالمغرب وخلص إلى نتيجة، وهي أن السياسة في المغرب في مزاجها هناك عنصرين، التبات أو الجمود والتوتر، إذ يبدو أن هناك دوما توتر وهناك أحداث وشيكة أن تقع أو هناك تغيير يبدو أنه لا بد أن يقع ومن الضروري أن يقع مثلما هو الأمر إلى اليوم، ولكن إلى جانب ذلك هناك نوع من الجمود ونوع من التبات ونوع من التقاليد المخزنية التي تظل مستمرة، وبالتالي لا شيء يتغير لأن نفس هذه الأحداث وقعت في الماضي ونفس الانفعالات إلى غير ذلك، ولكن لا شيء تغير. وبالتالي هذا كتاب مهم جدا على المغاربة أن يقرأوه. الكتاب الثاني عشر هو كتاب آصف بيات، الحياة سياسة، كيف يغير بسطاء الناس الشرق الأوسط.
في هذا الكتاب نجد نظرة فكرية وسياسية واجتماعية إلى الأوضاع وإلى ما يسمى بدراسة الثابت. يعتقد جل الدارسين الغربيين أن الدول العربية أو الإسلامية عموما أو الشرق أوسطية تشكل حالة استثنائية في العالم، إذ رغم وجود ظلم واستبداد ووجود كل ما يمكن أن يؤدي إلى حراك اجتماعي، فإنها ثابتة ولا تتغير، تتحكم فيها الإيديولوجيا الدينية المتطرفة، وأن لا أمل في أي تغيير في هذه البلدان. هذا الكتاب كتبه آصف بيات في 2009، أي قبيل سنوات أو 3 سنوات أو عامين على الأقل من الربيع العربي. تنبأ فيه بأن هناك تغيير وشيك في العالم العربي، وبأن هناك زحف هادي رصد مجموعة من المظاهر في مصر، في إيران، في مجموعة من الدول العربية، وقال بقانون جديد سماه ب اللا حركات الاجتماعية، أي أن هناك شيء ما يقع ولكن ليس وفقا للتصورات الكلاسيكية، إذ أن بسطاء الناس يمكنهم أن يغيروا المجتمع بدون وجود نقابات ولا أحزاب ولا حركات منظمة، بل هناك الزحف الهادي لبسطاء المواطنين في هذه الدول الذين يشكلون قوة ضاغطة يمكن أن تؤدي إلى تغيير. طبعا قمت بمراجعة لهذا الكتاب على قناتي، يمكنكم أن تعودوا إليه. أصدقائي المشاهدين، كانت هذه هي حصيلتي المتواضعة لصيف 2018، فيها أفلام ومسلسلات ورياضة وكذلك مطالعة في عدة ميادين شملت العلوم الإنسانية والاجتماعية، الفلسفة والتاريخ والآداب، الرواية على الخصوص. لا تنسوا أن تشتركوا على قناة تحدي القراءة وتواصلوا معي عبر التعليقات أسفل الفيديو. دامت لكم متعة القراءة.